أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن تركيا ليست طرفا نزيها وعادلا لرعاية مباحثات موسكو بين طرفي النزاع في ليبيا. وفي لقاء خاص مع إكسترا نيوز يذاع 10 مساء، اتهم صالح الميليشيات المسلحة بانتهاك وقف إطلاق النار في طرابلس. رعاية تركيا باعتبار تركيا جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. يعني لم يكون طرف محايدة ونزيهة وعادل، يعني هو واقف علنا مع السراج وحكومة الإخوان المسلمين. هذه نقطة نحن يعني طلبنا حذفها من أيضا أن وقف إطلاق النار غير محدد الأجل. نحن احتراما لطلب الرئيس الروسي أعلن للجيش وقف إطلاق النار، لكن المجموعة الأخرى لم يكن جيش حتى يلتزم بوقف إطلاق النار ولا يكون تحت إمرة حد. مجموعات مسلحة، كل مجموعة يقودها شخص. مجموعة